بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي يا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ان شاء الله هنكون مع فريق الكره الطائره رجال في مشواره اخر خطوه خلاص في بطوله افريقيا رقم 54 للكره الطائره رجال، واللي بتقام منذ ايام على صاله الامير عبد الله الفيصل. النهارده النهائي الحقيقه نهائي قوي، النادي الاهلي ومولوديه بوسالم حامل لقب البطوله الماضيه، اذا حامل لقب البطوله الماضيه بيواجه النادي الاهلي البطل التاريخي لهذه البطوله. النادي الاهلي صاحب ال 15 لقب بيبحث النهارده عن اللقب السادس عشر. مباراه النهارده الحقيقه ليها هدفين، بطوله افريقيا الهدف الاول، والهدف الثاني هو المشاركه في بطوله العالم لاول مره بعد عقود من غياب بطل افريقيا عن المشاركه في بطوله العالم. المباراه ستقام المفروض الساعه 8، ولكن مباراه الثالث والرابع اللي قبلينا مع النصر الليبي والسجون الكيني راح على شوط خامس، فهنا المباراه اللي قبلينا اتاخرت، فبالطبع مباراتنا هتتاخر لبعد الساعه 8، اظنها هتتاخر على الاقل نصف ساعه، وده دايما بنقابله في كل مباريات او تحديد المراكز في الكره الطائره. مباراة النهاردة الساعة 8 هتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل. كل التوفيق لفريق الرجال، دي البطولة الثالثة ليه السنة دي، هو حامل لقب السوبر المصري والدوري المصري، وإن شاء الله بإذنك يا رب النهاردة يكون بطل أفريقيا، ولسه عندهم الكأس بعد أيام من بطولة أفريقيا. قبل ما نروح نتناول المباراة فنيا وتحليليا لازم أرحب بضيوفي كباتن النادي الأهلي الكبار اللي ساهموا بشكل كبير جدا في تاريخ النادي الأهلي، وما أكثرهم الحقيقة من أسرة الكرة الطائرة، وكان ليهم دور كبير كلاعبين ومدربين وإداريين في نهضة وتاريخ الكرة الطائرة. الكرة الطائرة الحقيقة هذا الفرع اللي بيشبه كثيرا بكرة القدم في أرقامه وتحقيق إنجازاته هي الكرة الطائرة. معايا أربع نجوم من نجوم النادي الأهلي، برحب في البداية بكابتن محمد صلاح نجم من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك يا كابتن عيسى، وأهلا بكابتننا الكبار كابتن أحمد زكريا وكابتن محمد كتات وكابتن محمود رؤوف، وإن شاء الله بيوم جميل ونحتفل في آخر اليوم إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن. برحب طبعا بنجم النجوم الكابتن أحمد زكريا نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وأحد أفضل سنتر بلوكس على مدار التاريخ في النادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن. أهلا. منورنا وإن شاء الله نكسب النهارده ونبارك لبعض الفوز إن شاء الله. ليه تعليق بس، ان احنا يمكن كانت اخر مشاركه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه كانت 2015 مع النادي الاهلي، وبعد كده 2016 كان مع نادي الجيش اللي راح فعلا شاركنا، لكن افريقيا ما بعد كده غيروا، لكن يعني موضوع كان قريب يعني ان شاء الله، وان شاء الله 2024 هتبقى في النادي الاهلي. اشكرك على تسهيل المعلومه يا كابتن. اعزائي المشاهدين كمان بنرحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن محمود رؤوف. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا بيك يا كابتن هيثم. ان شاء الله نكسب النهارده ونحتفل جميعا بالفوز بافريقيا باذن الله. ان شاء الله عندنا ثقه في فرقتنا، ان شاء الله النهارده هيبقى يوم جميل وهنحتفل كلنا ان شاء الله في اخر اليوم ان شاء الله. برحب كابتن محمد كتات نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وسنتر بلوك النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك عامل ايه؟ وبرحب بضيوفي طبعا، انا فخور ان انا موجود في وسط كوكبه من النجوم يعني، وان شاء الله ربنا يكرم النهارده يكون نتوج بالبطوله باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد ابتدي بحضرتك طبعا، يعني القامه الكبيره والاسم الكبير كابتن احمد زكريا، مباراه النهارده شايفها ازاي؟ خاصه النهارده مباراه فاينل، خلاص ما فيش حسابات، كله لازم هيرمي بورقه في ارض الملعب. بوسالم حامل اللقب وجاي البطوله دي عشان ياكد انه كان يستحق هذه البطوله، في الوقت النادي الاهلي بيقول انا زعيم القاره وانا افضل نادي واكثر نادي حصولا على هذه البطوله. شايف مباراه النهارده تحت الضغط العصبي ده ازاي؟ وطبعا احنا بالنسبه للنادي الاهلي هو يعني الحمد لله احنا متعودين على البطولات الافريقيه، واحنا يعني والجيل ده يعني ليه تاريخ كبير قوي في البطوله الافريقيه. الفريق التونسي يعني هو مجهول بالنسبه لنا، ويمكن كسب البطوله السنه اللي فاتت، لكن كان برضه كان في ضعف مشتركات السنه اللي فاتت، فاعتقد ان شاء الله يعني هو طبعا وصل الفاينل، فهو فريق محترم جدا وفريق يعني يعمل له حساب يعني فوز مولوديه بوسالم السنه فكان مفاجاه للجميع اظن، كان مفاجاه وفي ظل غياب معظم لا بس الزمالك كان موجود يعني الزمالك هو الزمالك والزمالك كان كسب 2-0 وبعدين الماتش تحول ازاي ما طبعا ما شفت يعني ما، لكن برضه كانت انديه تونسيه ما اشتركتش السنه اللي فاتت فموجوده، كان في موجوده في هو اللي اشترك بس الفريق التونسي. نعم. الاهلي ما اشتركش السنه اللي فاتت، لو الزمالك اشترك وكان اعتقد ان هو الماتش تحول ليهم، هي كره طايره كده عيبها يعني. نعم. لو انت لو فاضل نقطه على الماتش نقطه وانت وخلاص بتحتفل بالبطوله ممكن تروح منك، وجربنا كتير قوي يعني نعم يعني ان شاء الله ما نجربش لا لا يعني لا يعني قصدي مرينا بالتجارب دي يعني كره طايره لا يعني يمكن
يعني حصلت حاجات. يمكن اخر حاجه شفناها ما كانت منتخب مصر مع اليابان، وكانت 2-0 المنتخب اليابان، وكان في ارض اليابان، ويعني بعد 2-0 بعد كده احنا، وده كان احد المباريات المهمه اللي تاهلنا بيها للاولمبياد باريس 2024. لكن ما فيش اللاعب، لعيب كويس قوي ما يقدرش يعني، والفرقه لو فرقه فكت ما تقدرش تلم نفسها تاني. يعني اشكرك يا كابتن زكريا. كابتن محمد شايف مباراه النهارده ازاي؟ خلينا نتفق ان المباراه النهائيه دايما في اي بطوله بتدي فرصه للفرقتين اللي هيلعبوا ان هم يدرسوا بعض كويس جدا. ماتش عشان كده هبدا من الماتش اللي فات بتاع النصر الليبي. الفرقتين النهارده الاهلي ومرديه ابو سالم استفادوا من ماتش امبارح. الاهلي لعب ماتش مهم جدا، كان ماتش قوي بالنسبه له. وانا دايما بشوف ان المباريات لما تبقى مباراه جامده قبل النهائي وتبقى 3 جيم بس بتبقى مفيده جدا، احسن ملعب مباراه ضعيفه. هتبقى مفيده لفرقه ابو سالم ان هو هيستفاد يشوف فرقه النصر الليبي لعبت على الاهلي ازاي. مدرب النصر الليبي راجل ارجنتيني، انا شايف ان هو كان ذكي ببعض النقط اللي لعب بيها على النادي الاهلي، في حاجات منها نجحت حاجات ما نجحتش. يعني هو في نبدا من الارسال، هو بدا بالارسال يلعب على لعيبه 4 الخلف اللي في ظهر السريع عشان يوقف الهجوم من نص الملعب، ان هو عنده مشكله كبيره جدا في السناتر في نص الملعب. فبالتالي كان بيحاول يوقف اللعيب الخلفي السنتر عن يلعب ارسال وراه. ضغط بالهجوم من عند احمد صلاح، حاول يضغط بالهجوم من عند عصران واحمد عزه بس فشل، حاول يضرب من عند حسام فشل. فهو هيقرا يعني هياخد من ماتش امبارح ويحاول ينفذ الكلام ده. انا شايف ان الماتش سهل، فرقه عندها مشاكل كتير جدا في البلوك على مستوى الافراد وعلى مستوى تكتيك البلوك. السناتر عندهم بلوكهم وحش جدا في الكور السريعه، عندهم بصير قصير بلوك وسيء، السناتر بطاء، فما عندناش مشكله في الهجوم. كل المشكله اللي ممكن تقابلنا في الماتش ده ان هم ما بيضربوش جامد، بيرفعوا كره بره الشبكه شويه وبيشغلوا ايديهم في الضرب، تاتش بلوك كتير، فاحنا محتاجين ناخر في البلوك شويه في يعني دي المشكله الوحيده اللي ممكن تقابلنا. ان شاء الله بلوكاتنا النهارده تقدر تقف ده، وان شاء الله برده حتى يكون مؤدينا موفقين في توزيع الضرب. وكابتن رؤوف برده اجي لحضرتك، مباراه النهارده اكيد خلاص الفرقتين حفظوا بعض، شافوا بعض، على الاقل كل فرقه لعبت 7 مباريات لغايه ما وصلت مباراه الفاينل، 4 في مجموعتها او 3 في مجموعتها وات ايفر هي كانت في انهي مجموعه، على الاقل نقول 7 مباريات وصولا للفاينل. فخلاص ما بقاش فيه، ومنهم مباراتين ابو سالم وصل فيهم 3-2، فهو كان بيلعب المباراه دي بكل قوته. فاحنا خلاص حفظنا لعبه او شفناه وحفظناه بلعيب لعيب، والوضع احنا نفس الكلام، لان احنا قبل ما نخش حتى كنا بنلعب نادي الزمالك في الدوري، فاكيد هم شافوا الماتشات وحفظونا. فشايف مباراه النهارده ازاي في وقت ان خلاص بقى كتاب مفتوح لبعض؟ طبعا ده اهميه دور التحليل في مباريات زي دي. التحليل مهم جدا في الكره الطايره، الداتا فولي بول زي ما كنا اتكلمنا على قبل كده في الحلقات السابقه. يعني فعلا المباراه النهائيه بتبقى خلاص المشوار البطوله طويل، حصل مواقف. واحنا كان بالنسبه لنا ماتش مثلا فريق تونس مع فريق النصر الليبي ده كان مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، لان حصل فيها جوه المباراه مثلا كل فرقه في الدنيا فيها تشكيل اساسي ولاعيبه بديله اللي هي بتبقى خطيره جدا، لان هي ممكن تنزل في اوقات بتقلب مسار المباراه. ده حصل بالظبط في ماتش ليبيا. تونس كانت خسرانه 2-0 وفي لعيبه بره في مركز 4، 2 لعيبه 4 غيرهم نزلوا قلب المباراه. في لعيب رقم 8 ده نزل من بره جاب 20 نقطه في 3 اشواط، 20 نقطه. فده لعيب تفهم ان هو ممكن ينزل يبقى دور مؤثر جدا في الماتش بالزبط. ولعيب خطير جدا. فالحمد لله ان ماتش ليبيا ده كان فرصه يعني مميزه جدا للفريق التحليل بتاع النادي الاهلي ان هو يحلل المباراه دي كويس جدا، لان حصل فيها كل المواقف الصعبه اللي ممكن تحصل لفريق. وقدر والمدرب بتاع فريق ابو سالم قدر ان هو يعمل تغييرات رجعته في المباراه وقدر يكسب. فكمان يعني احنا مش كشفنا بس التشكيل الاساسي، لا كشفنا الاسلحه اللي عنده اللي ممكن يغير فيها جوه المباراه. فدي ده دور التحليل. واكيد طبعا احنا الجهاز الفني عندنا في ناس مميزه جدا بالتحليل، يقدروا ان هم يدوا صوره كامله للمدير الفني عن نقاط القوه والضعف في فريق تونس. واعتقد ان شاء الله ده يعني بيتهيألي الموضوع ده في صالحنا، احنا في صالحنا. كابتن اهو القياده الفنيه للفريق ابو سالم تونسيه برضه مش كده؟ مش متاكد بالظبط المدير الفني بتاع انا شفته يعني شفت الجهاز. لا هو اسمه داميان اريدوندو ده المدرب. لا ده اكيد مدرب اجنبي هو اسمه داميان اريدوندو. فده ممكن يكون هنعرف جنسيته وهنعرف ممكن ارجنتيني مثلا هنعرف طبعا عارف. الجهاز الفني بس هو واضح كده انه انا متوقع يعني المباراه مش يعني توقعي بعد حضراتكم يعني المباراه مش هتكون سهله بالمره، هيبقى في منافسه شرسه. بص انا بشوف دايما بيقف معاهم على الخط اللي هو صدام اللي هو اللي كان ليبرو الجيل الذهبي بتاع منتخب تونس. كان في ليبرو كويس اسمه صدام، ده انا بشوفه واقف على طول على الخط. فمش عارف هو بس هو اسمه هنا عندي اسم تاني بس انا مش متاكد هو المدير الفني ولا لا. انا متاكد حتى من زمايلنا اللي في ارض الملعب. كابتن كتاتا اجي لحضرتك،
مباراه النهارده يعني المباراه اللي قبلنا الثالث والرابع راحت بشوط خامس، فالنهارده الفاينلز اكيد هيكون فيه استقتال، خاصه ان فريق مولوديه ابو سالم في تجربته في البطوله خاصه مع فرقه الجامعه الزيمبابوي وصل لشوط خامس وكان متاخر 9-3 تقريبا، واستطاع انه يقلب النتيجه لغايه 15-11 او 16-14 او حاجه زي كده، يعني فاز في النهايه في مباراه هو كان اقرب فيها للهزيمه. فابو سالم وعمل نفس الكلام ده مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت، تاخر شوطين وبعد كده رجع كسب، فواضح ان الفريق ده ما بيسلمش. يعني انت لو متخيل انت بتكسب شوط قربت للفوز فانت واهم، بتهيألي مع هذا الفريق. شايف كلامي صح وتحليلك ليه يا كابتن؟ مظبوط طبعا يا كابتن، يعني انت حضرتك شايف الرؤيه بتاعتك يعني مظبوطه عن الفرقه، خصوصا ان هم يعني ما عندهمش حاجه يبكوا عليها. يعني احنا عندنا النهارده الفريق ده جاي هو كسب بالبطوله اللي فاتت، احنا لو احنا سميناها كده بالبلدي بالصدفه، ولكن هو جاي كسب الزمالك، والزمالك كان عندنا بطل دوري وبطل كاس، فهو بالنسبه له هو كسب مصر. فهو جاي النهارده يلعب النادي الاهلي، النهارده الماتش ده سلاح ذو حدين. ليه؟ لان احنا هو جاي يلعب النادي الاهلي وده المفروض بطل افريقيا والمصنف، وفي نفس الوقت هو يقول لك انا كسبت بقى ايه فرقتين من مصر فانا كده كسبت مصر. نعم. وده عاده في الدول العربيه كلها لما تيجي تلاعب زمالك او اهلي يقول لك احنا كسبنا مصر، ما يقولكش انا كسبت الاهلي، فهو بيحاول ان هو يفخر. ترتيب بوسالم في الفرق التونسيه هو مش احسن حاجه، هو ممكن يكون في نص الجدول، واخد بال حضرتك؟ وحتى السنه دي ويعني هو ما احنا عندنا ترجي، عندنا نجمه، عندنا صفاقس، دول دايما بس كلهم اعتذروا للاسف، يعني كنا نتمنى انهم اعتذروا لاسباب فنيه. عاده في فرق منهم كتير ما بتحبش ان هي تيجي تلعب، وخصوصا في صاله النادي الاهلي لاسباب ليهم هم يعني. ولكن احنا ماتش النهارده هي اللعيبه دي داخله ومش باقيين على حاجه، يعني هو صحيح. حتى في تصريح احد اللاعبين بتوعهم يقول احنا جايين احنا خلاص احنا وصلنا، فهم عملوا اللي هم عايزين، يعني هم هيلعبوا دلوقتي فاينل قصاد الاهلي. فدايما انت تبقى مقلق من الشخص اللي هو جاي مش باكي على حاجه، هو خلاص هو وصل وهيعلق الماديه الفضيه، بالنسبه له ده كان اعلى حلم ممكن يوصل. فطبعا ان هو يجي يلعب الاهلي، لا احنا عندنا حاجات نخاف عليها، احنا عندنا الارض الملعب بتاعنا، احنا عندنا البطوله بتاعتنا، عندنا كاس العالم عايزين نروح، فلا فيعني احنا لازم من الاول ما نديهمش فرصه. لو دخلوا في الجيم معانا هيتعبونا، هيبقى الماتش متعب، خصوصا ان هم عندهم ضارب مميز بتاعهم في مركز اثنين، ده المحترف بتاعهم هم بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا، ضريبة اربعات عندهم بالبلدي كده كابتن احنا بنسميهم خدامين ملعب، فيعني وسنس بيلعبوا بالسنس، فيعني احنا لازم نقفل عليهم من البدايه خالص، ما نديهمش فرصه خالص يطلعوا معانا. طول ما يطلعوا احنا لازم نفرق، يبقى ماشيين الجيم بتاعنا ثلاث نقاط ان شاء الله لحد ما نوصل. الماتش النهارده سهل لو بدأنا بقوه، لازم نبدا بقوه، احنا اللي هنصعب على نفسينا المباراه لو حصل حاجه لا قدر الله، ولكن ان شاء الله باذن الله اللعيبه كلها تكون جاهزه، اللعيبه كلها مقدره الموقف، كله على قلب رجل واحد زي ما كابتن عبد الله عبد السلام قال امبارح. فنتمنى ان شاء الله النهارده نشوف ماتش كويس يليق بالنادي الاهلي ويليق بنهائي افريقيا ان شاء الله. وكمان يعني ساده مشاهدينا، القياده للفريق بنيديه ابو سالم هي قياده تونسيه، والمدير الفني انور تورجي، صح كده مظبوط؟ انور تورجي هو المدير الفني التونسي او القياده الفنيه التونسيه لفريق بوسالم، والحقيقه كمان ده يعني بيدي يعني قوه اكتر من وجهه نظري، مدير فني وطني تونسي بيكون فاهم اللعيبه اكتر، بيبقى عارف امكانياته. الحقيقه ما عنديش معلومات اذا كان هو اللي كان معاهم السنه اللي فاتت ولا لا، بس اكيد هو لان هو طبعا حصل معاهم على بطوله كبيره السنه اللي فاتت لاول مره في تاريخهم، فاكيد هيكون ليه بصمه كبيره جدا. طب خلينا نروح للاجهزه الفنيه واللاعبين عشان يعني نعرف بقى تشكيله اللاعبين والفرق. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي جهاز فني ولاعبين. كابتن محمد استاذن حضرتك نبتدي بالجهاز الفني لنادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. عندنا مدرب الاسباني فرناندو، محمد السيد مدرب على العام، ومحمد الحسين مدرب الفريق، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، واحمد محمد اسامه اداري الفريق، وشادي فهيم محلل تقني، والدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، واسلام مجدي اخصائي علاج الطبيعي، واسامه محمد اخصائي تاهيل، ومحمد شهير مدلك الفريق، وشريف محمد صلاح اخصائي لياقه بدنيه. اشكرك كابتن محمد. ده كان الجهاز الفني للنادي الاهلي، طبعا كلنا حفظناه، مستر فرناندو منذ يعني كان يعني ليه فكر من اول الموسم وهو الروتيشن، ولكن الروتيشن مختلف شويه، الروتيشن بشكل غير كل المدربين، يمكن الروتيشن المفهوم لينا او في مفهومنا ان اللاعب ياخد وقت قليل، هو بيعمل روتيشن تاني، لا هو بيدي للاعب وقت طويل بس اللي بيلعب عدد قليل، المباراه اللي بعده ممكن يبقى عدد تاني بيلعب بس بياخد وقت طويل، عايز يدي جرعه كامله للاعب، وده فكر جديد الحقيقه نحاول مره نشوفه في الروتيشن. لو قلنا في كره السله مثلا مثال السكور شيت 12 لاعب، انت النهارده تلعب 9 لعيبه، الماتش اللي بعده الثلاثه اللي ما لعبوش زي الثلاثه من اللي لعبوا،
مع 6 من اللي لعبوا، فهي فكر يعني جديد ولكن نجح حتى الان، ونجح باقتدار، لانه الحقيقه الحمد لله رب العالمين احنا هذا الموسم بفضل الله بفضل الله حتى الان بلا هزيمه. كابتن احمد اجل حضرتك يعني قائمه الفريق وهنعلق عليها بعد ما حضرتك طبعا يعني ايه توضحها للساده المشاهدين. هم طبعا القائمه هي لما بيبقى كل فرقه بتقدم الفريق بتاع الليسته بتاعته ما بتتغيرش طول البطوله يعني. فاحنا عندنا ال 14 لاعب، الرقم واحد هو يوسف الصافي ضارب مركز 4، كابتن الفريق عبد الله عبد السلام، رقم 2 هو صانع الالعاب عبد الحليم فهيم عبو، رقم 3 وضارب مركز 3 احمد صلاح طبعا الكابتن الكبير بتاعنا، رقم 4 ضارب مركز 2 حماده عثمان، رقم 5 ضارب مركز 3 محمد رمضان، رقم 7 الليبرو الفريق عبد الرحمن الحسيني، رقم 8 ضارب مركز 4 محمد عصران، رقم 9 ضارب مركز 4 الكوبي يوندر جاريسيا، رقم 11 ليبرو فريقه ده المحترف اللي عندنا حسام يوسف، رقم 2 هو صانع العاب الفريق والرقم برضو رقم هو وعبد الله هم الاثنين صانع الالعاب، سيف حسن عابد رقم 14 ضارب مركز 2 عبد الرحمن سعودي، رقم 15 ضارب مركز 3 محمد عبد المحسن، رقم 16 ضارب مركز 3 احمد عزب، رقم 22 ضارب مركز 4. اشكرك كابتن احمد. اعزائي المشاهدين دي كانت قائمه النادي الاهلي اللي هتخوض اللقاء النهارده، ودي نفس القائمه اللي خاض بيها النادي الاهلي طوال البطوله، لان مالكش الحق تستبدل ايا من اللاعبين اثناء البطوله. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره. نهائي بطوله افريقيا لكره الطائره رجال الاهلي وبوسالم مديريه بوسالم التونسي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في تغطياتنا المستمره فاينل بطوله افريقيا في نسختها ال 45. خليني اقول لحضراتكم ان هم 45 نسخه، ولكن اللي اتلعب فعليا 42 نسخه، سنتين ما اتلعبتش وسنه او سنتين عشان الكورونا تقريبا وسنه ما اتلعبتش، ولكن في ثلاث سنوات ما اتلعبتش البطوله، ولكن دي نسختها ال 45. اول لقب او اول بطوله انطلقت 1980. احنا حامل لقب هذه البطوله او اكثر الفرق حاملا للقب هذه البطوله 15 لقب، حامل لقب هو نادي مولوديه بوسالم، هو طرف لقاء الفاينل النهارده ان شاء الله. المباراه ستقام في صاله الامير عبد الله الفيصل، اتصور ان المباراه اللي قبلنا خلاص راحت في الشوط الخامس، هو دلوقتي في نهايته على ما اتصور. كام 8 يا جماعه؟ 13 8 للسجون، يعني احنا رايحين فاضل نقطتين وتقريبا السجون هيفوز على النصر الليبي عشان تكون او يكون اول يعني المتحددين في الثلاثي، هيبقى ثالث بطوله افريقيا. بالشكل ده تقريبا مباراتنا هتكون تقريبا الساعه 8:30 زي ما توقعت، على الاقل نصف ساعه تسخين، المباراه تتاخر نصف ساعه ان شاء الله، وده وضع طبيعي جدا في مباريات الكره الطائره. اللي مش قادر يتابع يعني المباراه او مباراه فريقه النادي الاهلي النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعها على السوشيال ميديا، هننقلها لحضراتكم على قناتنا على اليوتيوب وايضا على الفيسبوك، هيقدر يتابعنا اينما كنت، تقدر تتابع فرقتك وتقدر تشجعها. اروح لضيفي كابتن محمود، يمكن نروح لضيوفنا الاعزاء طبعا واشقائنا التونسيين اللي منورنا النهارده في صاله الامير عبد الله الفيصل عشان يعني نقول قائمه الفريق اللي بيخوض النهارده نهائي الفاينل. اتفضل. طبعا اللعيب رقم واحد سامي حمزاوي، ده ليبرو الفريق، ده من اللعيبه الكبيره عندها خبره يعني من الاجيال القديمه. نمره 3 نبيل عزوزي، ده معد. نمره 5 ماريكا اوساماما، ده مستقبل اساسي في مركز 4. رقم 6 محمد خليل، ده سنتر بلوك. رقم 7 عرفاوي شكري، ده المعد الاساسي للفريق. نعم. رقم 8 اسامه زوابي، ده اللي اللعيب اللي هو تغيير مركز 4 اللي انا اتكلمت عليه في ماتش النصر الليبي. رقم 9 عبد العزيز امير، ده مستقبل برضو. رقم 10 وائل غليبي، وده سنتر بلوك. رقم 11 صاحبي بالكحله، وده مستقبل. رقم 12 ده طبعا اهم لعيب واخطر لعيب عندهم، اللعيب الكيني المحترف سايمون كيبو كورير، ده لعيب اوبوزيت اللي هو يعني مقابل المعد، وده اخطر لعيب في فرقه بوسالم. رقم 13 محمد ريان، ده ميدل بلوكر برضو. رقم 16 محمد شيحي، ده اوبوزيت. ورقم 17 واصف قربي، وده ميدل بلوكر. ورقم 20 محمد طبيب، ده الليبرو البديل. وطبعا المدير الفني انور تورجي.
نعم ده الفريق التونسي، وطبعا زي ما تفضل ضيف العزيز كابتن محمود رؤوف وذكر، يعني طبعا بنرحب اكيد باشقائنا التونسيين اللي بيسعدونا الحقيقه بوجودهم يعني في القاهره، ودايما يعني ليهم معانا تاريخ كتير او تاريخ كبير الاشقاء التونسيين يعني من المحترفين. يعني انا تشرفت ان انا لعبت مع امين رزيق لاعب منتخب تونس لكره السله واحد اللعيبه الكبار يعني، وكان زميل يعني غرفه واحده في الفريق، وخدنا مع بعض دوري في النادي الاهلي، وايضا طبعا علولو او طبعا معلول نجم كره القدم ويعني ومعشوق الجماهير، فدايما للتونسيين معزه كبيره في قلوب المصريين كلهم وبالاخص النادي الاهلي اللي دايما اسامه الجزيري يعني اللعيبه انا مش عايز انسى يعني يعني في برضه شكري الجويني ده لعيب كره طايره لعب معانا بطوله افريقيا 2018 في النادي شكري الاهلي. انا فاكر شكري الجويني تونسي برضه طبعا الاشقاء التوانسه لينا معاهم، وانا ليا تربطني صداقات كبيره يعني دايما تونس ومصر شعب واحد، بتبعدنا الجغرافيا شويه ولكن قلوبنا معاهم دايما ودايما بينورونا ودايما بنحب نروح تونس اكيد، كل يعني التقدير والاحترام للشعب التونسي الشقيق. كابتن محمد اجل حضرتك اكيد محتاجين نستعرض مشوار يعني فريق بلديه ابو سالم، لانه الحقيقه برضو لازم الساده المشاهدين يعرفوا احنا مشوار النادي الاهلي يمكن شافوه معنا، ولكن مشوار بلديه ابو سالم يمكن ما تابعوش قوي الساده المشاهدين، فمحتاج نذكرهم كانوا في مجموعه ايه وفازوا على مين. اتفضل كابتن محمد. هم الفريق كان هو في المجموعه الثانيه، وكان معاهم كان اول ماتش بالنسبه لهم كان هو وداد تلمسان الجزائري، وده هو فاز فيه 3-0، كان بالنسبه له كان ماتش سهل. الماتش الثاني كان النصر الليبي اللي احنا كنا بنلعب معاه امبارح، فكسب 3-2. الماتش الثالث كان انجز الايفواري كسب 3-0. الماتش الرابع كان مع ولايه ديشا الاثيوبي وده كسب فيه 3-0. في دور ال 16 فاز على جرين بافالوز الزامبي بنتيجه 3-2. بس ده كان صعب المباراه دي، كانت مفاجاه اصلا يعني انت دلوقتي انت جاي عايز تلعب النهائي فتيجي قصاد جرين بافالو الزامبي وتروح جاي عامل ماتش 3-2، فانا شايف ان هم يعني كان في شويه استهتار بالماتش ممكن. او بالفرق الافريقيه يعني هنا تقريبا هو كان الرابع في مجموعته يعني الرابع مجموعته كانت صح ملاحظه اول مجموعه الفريق التونسي وده الرابع معنى كده انت بتتابع يعني انت لما طلعت مع النصر الليبي 3-2 ماشي اول وثاني انما النهارده تطلع مع رابع مجموعه 3-2 فده كان مفاجاه في الوقت اللي هم كانوا اقرب للخساره في الشوط الخامس. اتفضل يا كابتن. صحيح. وفي دور الثمانيه هو فاز على بليده الجزائري ده نتيجه 3-0، ونص النهائي كان على السجون الكيني بنتيجه 3-0 اللي عامل مفاجاه النهارده بقى السجون الكيني هيفوز بالبرونزيه يعني هو قرب خلاص للماتش فاز اوريدي خلاص 14-12 للسجون الارسال مع مين يا جماعه؟ مع السجون الكيني يعني هم 14-12 بيتهيألي حتى لو الارسال راح وما عملوش بلوك يعني هو يعني معجزه بقى لازم للنصر الليبي، وانا شايف برضو ان هو النصر الليبي يعني كان فريق يستحق ان هو يكون في المركز الثالث في البطوله، ولكن اكيد كان في متغيرات كتير حصلت في الماتش معاهم في السجون الكيني، فهو فاز على السجون الكيني في النص النهائي بنتيجه 3-0. بس لسه المباراه شغاله 14-12 مش معنى كده ان السجون لا فاز خالص لسه يعني كده. لسه الكره الطائره ممكن نلاقي ان شاء الله النصر الليبي يفوز، طبعا قلوبنا مع اشقائنا الليبيين ان شاء الله. 14-13 زي ما قلنا النقطه دي مهمه جدا، نقطه الحسم لو نجح يعني السجون ان هو يستقبلها هتبقى طبعا مشكله. نتمنى كل التوفيق طبعا او نتمنى الفوز يعني ان شاء الله للفريق الليبي يعني الشقيق. كابتن احمد اجل حضرتك النهارده مشوار النادي الاهلي محتاجين نستعرضه، احنا شفنا بلديه ابو سالم وكان عنده ماتشين في ازمه كبيره، مباراه مع النصر الليبي في مجموعته وخلصت 3-2، ومباراه دور ال 16 مع بس ملحوظه على الفريق التونسي برضه ان في الاوتو بيس اللي هم مقدمينه ده هو طبعا هو مش كامل بس الاطوال بتاعتهم ما عندهمش اطوال زي فعلا ده باين من المباراه يعني كلهم مثلا حاجه 190 195 حاجات برضه في ناحيه بس عندهم محترف سنتر بلوك طويل هو 195 مكتوب يعني مكتوب السجون فاز بالبرونزيه السجون فاز بالبرونزيه خلاص كده تحدد يعني بطل المركز الثالث وهو فرقه كينيا يعني محترمه في الكره الطايره طبعا كينيا بنات واولاد لا عندهم تقريبا عندهم يعني مركز ويمكن تدريب في البنات اكتر يا كوتش يعني لا يعني هم عندهم مركز تدريب في افريقيا يعني الانابيب الكيني مثلا والسجون الكيني دول وجايين يعني هم ممكن يكونوا وصلوا دلوقتي عشان هم داخلين بطوله البنات انت عارف حضرتك كابتن هيثم هتبدا بالظبط فهم بداوا النهارده دلوقتي ان هم يجهزوا تتفق معايا كابتن محمد ان هي اصعب شويه بطوله البنات من الرجال هتكون اصعب هتكون اصعب لان الفولي في البنات لو تونس جايه وكينيا والكاميرون ومصر الزمالك مشترك هتبقى اصعب يعني هو العامل البدني كمان يا كابتن هيثم في
السيدات بيظهر جدا في مع الفرق الافريقيه. صحيح، ملاحظه يعني سليم. احنا طبعا بالنسبه لرياضه الرجال احنا بيبقى في فروقات طبعا، الافريقي بطبيعته بيبقى قوي البنيه ودي حاجه في الجينات يعني طبعا، لكن الفرق بيبقى اكتر شويه كمان في السيدات، هم بيبقى الاجسام بتبقى اقوى بكتير يعني، بيبقى فرق شاسع في الامكانيات البدنيه ان شاء الله. الناحيه الفنيه بتاعتنا يعني تفرق، وكمان كابتن ابراهيم فخر الدين يعني مهتم جدا بالناحيه البدنيه من اول الموسم. نتمنى ان شاء الله الفوز لفرقتنا، ولكن انا متفق مع حضراتكم كلنا ان بطوله السيدات هتكون اصعب بكتير. كابتن احمد خلينا نستعرض بقى مشوار النادي الاهلي برضو في عشان نشوف لا 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 ما هو حضرتك في محلها وبنشكرك عليها يا كابتن احمد. الفريق التونسي برضو بالنسبه للعيبه المنتخب، هو شايف انه في ثلاث لعيبه في اللعب وماتشات منتخب، هو جاي كده في الفريق الفريق بيبقى مكتوبه مكتوبه اذا كان لعيب دولي او لا. بيبقى مكتوب لاعب دولي في الفرقه، هم في ثلاثه ما حدش اشترك في الاولمبياد خالص، هو بعده في واحد اربع مباريات، واحد اثنين مباراه واحده او اثنين دوليه، هم ما عندهمش خبره دوليه يعني الباين في الكوره. ملاحظه سليمه 100%. ما هو يا جماعه كابتن احمد زكريا ابو الداتا بولي في العالم كله اصلا، هو في المنطقه واول من اشتغل. لا لازم اقول حق كابتن احمد، انت بتحل قارئ جيد طبعا، وهو اتعلم الداتا بولي وخدها من البدايه، فانت كنت الحته دي يعني ما شاء الله بتقرا السكاوتنج بشكل جيد. اشكرك. الاي كوتش عاليه جدا. نعم، وانت نعم. عارف طبعا مش اي مدرب يكون صحيح. عنده الاي كوتش دي بصراحه مميز. لا نشكرك يا كابتن على ملاحظات حضرتك. عندهم ثلاث لعيبه دوليين، حتى الدوليين بتوعهم ما كانوش مشاركين، مش عندهمش مباريات دوليه كثيره. الحاجه الثانيه ولا لاعب منهم لاعب كولومبي يعني، مثلا في الاوتو بتاع المنتخب مثلا النادي الاهلي هتلاقي مثلا احمد صلاح ممكن يوصل 400 ماتش الاولمبي جيمز، عنده مثلا 12 طاقة. لا هو ممكن احمد صلاح وعبد الله السلام العداد العداد حظ كمان الاطوال دي اللي عامله لهم مشكله في حادثه بيقول لك ما عندهمش يعني شايب اطوال، وعشان كده نتائجهم كانت برضه 3-2 برضه تخبط صعوبه في التاهل للنهائي. اكيد يعني كابتن المشوار بقى بتاع النادي الاهلي ان شاء الله، ونشوف قد ايه كان النادي الاهلي الحمد لله مشواره كان نوعا ما سهل الحمد لله وكان بسيط. اتفضل يا كابتن. في دوري المجموعات الجوله الاولى الفوز على جرين تيم الكونغولي 3-0، برضو كل الاشواط يعني 15 13 10. الجوله الثانيه الفوز على الفتح المغربي 3-0 برضو 25 19 19 17. الجوله الثالثه الفوز على اسمنت الاثيوبي 3-0 25 9 25 7 11. الجوله الرابعه الفوز على العداله الكيني 3-0 25 10 12 17. دور 16 فوز على اسبوار الكونغولي 3-0 25 12 16 12. دور 8 فوز على شورت الرواندي 3-0 25 20 17 16. اشكرك يا كابتن احمد. فوز على النصر لسه بشوط. اتفضل يا كابتن. 3-0 19 18 24، ويمكن الشوط الوحيد هو اللي عدى النادي الاهلي عدى فوق ال 20 يعني. فالاهلي الحمد لله مكتمل الصفوف، حتى لو بيلعب بكل الفرقه بتاعته ما فيش فرقه يعني احرجت النادي الاهلي في الحمد لله. واحنا عندنا يعني ملاحظه ان الاهلي مكتمل الصفوف الحمد يعني ما عندوش اخطاء جوه حتى جوه الملعب يعني ما فيش يعني بوزيشن يبقى ضعيف مثلا بتاع كده. هم الفرقه الثانيه ممكن تصطاد النادي الاهلي غير عكس الفرقه الثانيه. ممكن انت بوزيشن واحد ممكن تكسب بيه الماتش، لو حصل تحس ان انت موجود في البوزيشن ده ممكن تقف فيه ما تعرفش تكسب يعني. نعم. اشكرك يا كابتن احمد يعني ملاحظاتك وتحليلاتك في محلها. كابتن محمد اجل حضرتك، هل فرقه النادي الاهلي يعني يمكن كابتن زكريا ادانا بعض النقاط اللي قدر يقراها من السكاوتنج بتاع فريق بوسالي، هل النهارده انت كمدير فني سهل تعمل سكاوتنج على فرقه النادي الاهلي؟ يعني انت النهارده النادي الاهلي كفرقه عندها السكواد ده وبتعمل روتيشن عالي بالشكل ده، هل انت كمدير فني احصائياتك ممكن تكون في محلها او سهل تقدر تقرا الفريق ده من الورق؟ دي الحاجه اللي عملت صعوبه للفرق الثانيه، ان مستر فرناندو عمل روتيشن كتير قوي طول البطوله. نعم. انت عندك عدد لعيبه كبير جدا بيلعب، وكل لعيب بياخد فتره طويله عشان تعرف مين اللي هيبدا او مين اللي هتشتغل عليه. نقط ضعف قليله جدا موجوده يعني اغلب الفرق بتشتغل عليها. الميزه بقى زي ما كابتن احمد قال ان انت عندك البدائل، يعني انت لو عندك مشكله في حائط صد من مكان معين هتقابله حد مميز من الفرقه الثانيه، عندك البديل اللي ممكن يحل المشكله دي. نعم. عندك اربع سناتر، في ناس عندنا مش هنقول بالاسماء، في ناس مميزين في الضرب، ناس عندهم مشاكل في بعض الاوقات في بعض اماكن البلوك. نعم. اللي بلوكه سيء شويه في السريع بس في العالي كويس، اللي عنده العكس، فانت عندك بدايل ممكن تستخدمها تشتت بيها اي سكاوت نك يتعمل عليك.
يعني متفق حضرتك او متفقين كلنا النادي الاهلي عشان سكواده كويس فالنهارده عندك حلول، حتى لو حتى لو عندك احد الحلول او احد اسلحتك وقفت لسبب ما غير موافقه او حاجه عندك البديل. والميزه كمان اللي موجوده السنه دي ان كل اللعيبه ما شاء الله جاهزه، يعني اللعيبه كلها بتأدي بشكل مناسب. ايه اللي وصل اللعيبه انها تبقى جاهزه ما شاء الله يا رب دايما ويحفظهم ما شاء الله ما شاء الله. اجابه واضحه جدا، التدريب بتاعهم، يعني التدريب والروتيشن اللي عامله المدرب. احنا اتكلمنا في الحكايه دي الاستوديو اللي فات وكان معايا كريم جمعه وقال لك انا متعايش والراجل مش سايب اي حاجه وبيشتغل على كل حاجه. وفعلا اللعيبه كلها اي حد كل حاجه هاديه في الفرقه ما شاء الله يعني، واي لعيب بينزل ما شاء الله بيأدي بشكل كويس جدا، وكل لعيب حاسس ان له دور في الفرقه. فدي ميزه موجوده في فرقه النادي الاهلي الفتره صحيح. دي صحيح. اشكرك يا كابتن محمد. كابتن كتات اجي لك، يعني يمكن النهارده السيرفات او الضغط بالارسالات مهم جدا، مهم مش بس عشان تسهل المباراه عليك، لا مهم عشان تكسب، يعني مهم من احد اسلحتك. ولكن ده يعني محتاج ثبات انفعالي، محتاج لما تقف على الارسال ما تبقاش قلقان ان انت تحطه في الشبكه او تحطه خارج الملعب، لان هي بتبقى انت بتلعبه بسرعه عاليه جدا. شايف النهارده مين اللي يقدر من عندنا من اللاعبين يكون مميز في ده، يقدر يساعدنا في ده؟ وطبعا احنا لازم من البدايه زي ما قلنا هنبدا في الارسال قوي بريسك، ولكن ريسك محسوب في البدايه. لازم ندخل الجيم مش هنلعب فول باور، ولكن هنبدا يعني هنقول 80% من الارسال او 75%. حته مهمه جدا دي يا كابتن. حته مهمه جدا. انا ما ينفعش ان انا اول بونت العبه في الشبكه واللي بعدها يجي يحط في الشبكه في الشبكه هلاقي نفسي 6-0. انا كل الست لفات انا بخسرهم. صح. وانا في الاخر انا عايز العب سيرف جامد، كوتش انا عايز العب سيرف جامد اروح احطه في الشبكه، لا. فانا سيرفي لازم يعدي يكون قوي، ما يكونش سهل عشان ما يديش افضليه ليهم. واخد بال حضرتك؟ احنا عندنا هنسهل على البلوك كتير جدا لما الكوره تطلع بره خط التلت عند المعد الثاني بتاع الفريق المقابل عندنا، هيبدا يبقى التحرك بتاع الميدل بتاعنا سهل، هنقدر نضم يمين او شمال، سواء رحنا دبل بلوك او رحنا تريبل بلوك هيبقى هيسهل لينا، وبيسهل بالطبع للخط الخلفي ان احنا نقدر نجيب ديفنسات من ورا، او نقدر ان احنا حتى نلم لو في كور هم بيسقطوها او حاجه او بليس او ايا كان. عندنا النهارده احمد صلاح ان شاء الله يكون مميز في السيرف بتاعه ان شاء الله. عندنا عبد الله عبد السلام كان هو خد احسن سيرف بالعالم بالمناسبه. عندنا حسام يوسف ما شاء الله من الارسالات القويه. عبه في الفلوتر بتاعه. بس انا بكلمك الاول على القوه الضربه السبايك، احنا يعني بنتكلم على المدافع سبايك. وبعد كده نيجي للفني بقى الحاجات يعني خليها في المدافع الاول. أيوة. اللي بتمرن عليها ولا المدافع بتاعتنا؟ لا لا احنا بقى بنضرب بيها. طيب ماشي بتاعتنا بجد يعني مش اللي بتمرن بيها. عندنا برضو عصران من المميز في السيرف جدا. عندنا احمد عزب سيرفه مهم جدا النهارده ان هو يخش في الجيم. عندنا سيف عابد برضو ان هو يخش في الجيم بالارسال بتاعه. بعد كده نيجي بقى للفلوتر، عندنا عبد الحليم عبو، محمد محسن، عبد الرحمن سعودي، حماده عثمان. فدول احنا بنقول دايما السيرف الاسبايك هو اللي بيفتح الجيم. بالظبط. الفلوتر بيبقى تكتيك اكتر منه. نعم. ان انا بلخبط الفريق اللي قصادي، فان شاء الله يكونوا موفقين في الارسالات النهارده، عشان هو ده المفتاح بتاعنا زي ما قلنا. احنا لازم نسهل على نفسنا اللعب. نعم. احنا لو لعبنا معاهم هيخشوا في الجيم، وانت سهل جدا يا كابتن تلاقي الفرقه، واكيد حضرتك نجم وعارف طبعا ولعبت ماتشات كتير دوليه، الفريق لو عنده شويه توفيق بسيط ممكن تلاقيه بيعمل كده بايده الكوره كده، حد تخبط في ظهره الكوره تلاقيها جت نقطه عندك كهرب الدنيا. فانت هتلاقي نفسك ان انت واقف انت بتعمل كل حاجه وهو الكوره بتخبط في دماغه وتعدي الناحيه الثانيه بوم. الفولي مشهوره الحكايه دي. ان انت ممكن بتاخد بلوك هو طالع قافل جدا، خد الكوره وخد بدل ما تنزل في الملعب نزلت بره، نزلت على رجليه مثلا وعدت الملعب الثاني نقطه، وانت بتحتفل نازل بتحتفل مع زمايلك. فانت مهم جدا ان احنا لازم النهارده نكشر عن انيابنا من البدايه كل قوه. اشكرك يا كابتن محمد. كابتن محمود انا شايفك عمال تكتب وفي حاجات كتيره وعلامات وبتاع، ما تقول لنا يا كابتن اللي بتكتبه ده ايه؟ لا والله انا يعني بحلل الفريق التونسي. انا معايا اربعه ماتش ريبورت، ده اللي بيبقى اهم حاجه في الكره الطايره، انت بتعرف مراكز القوه وضعف الفريق الخصم. قول لي كده بعض الاحصائيات عن فريق بوسال. طبعا باين جدا اهميه اللعيب رقم 12 اللي هو المحترف الكيني ده، بياخد معدل مثلا 40% من ضرب الفرقه. يعني احنا هنبقى عارفين النهارده ان 40% من ضرب الفريق كله هيعتمد على الراجل ده. احنا برضو عايزين نقول ان مركز اربعه مهم جدا، حارس الصد في مركز اربعه النهارده في النادي الاهلي. بالنسبه لعزب وبالنسبه للعصران والحسيني لازم هيبقى في تركيز، لان لما يكون عنصر القوه اللي موجود في الفرقه اللي قدامي موجود في مركز اثنين
هيواجهوا حائط صد أربعة عندي، يبقى لازم بلوكات أربعة تبقى فايقة النهاردة. بالظبط كده. نعم. يعني مفتاح مهم جدا في المباراة. برافو عليك، ملاحظة 100% سليمة. تاني حاجة، هما كفريق استقبال متوسط يعني طب هو أنا طب معلش خليني في النقطة دي، هو أنا هسيب ضارب رقم 2 عندهم للبلوكر بتاع رقم 4؟ طب ما هو السنتر هيضم معاه، فكده احنا عندنا السنتر واربعة، الاثنين دورهم مهم. السيرف السيرف لو قوي هيبقى دايما اللعب دبل بلوك، او ممكن يبقى يوصل لثلاثة بلوك لو السيل فعلا مؤثر جدا. النقطة الثانية ان انت ساعات حتى في اوقات الحساسة لو انت مش عايز في ريسك عالي في السيرف، بتوجه الارسال في منطقة المنطقة بتاعت مركز واحد بين واحد واثنين، عشان خرجهم يعني برا اللعب، لان هو المنطقة دي بتبقى يعني بالنسبة للمعد الكرة بتيجي من وراه، وبالنسبه لضارب مركز اثنين الاستقبال ناحيته صعب الكلام صعب. فطبعا دي خطط تكتيكيه في الكره الطايره، ان انت ازاي توجه يعني انت قصد حضرتك توجه ناحيه واحد واثنين، لما توجهها له هناك استلمه في المنطقه دي هيبقى صعب يستلم ويجهز للضرب من نفس المنطقه، فانا كده حيدتهم بره اللعبه بره الهجمه. نعم. فدي حاجات اكيد النهارده مهمه جدا، ان احنا الفرقه معتمده على الاوبوزيت، لازم اساسيات ان احنا نوقف الاوبوزيت ده عشان نسهل المباراه علينا. طيب، وبتدي سهوله كمان يا كابتن هيثم للميدل بلوك بتاعنا. نعم. ان هو يتحرك ناحيه واحده بس. أيوة. لان انت حضرتك عارف طبعا الميد بلوك هو بيتحرك ناحيتين وعنده نص الشبكه. صح. فانا لما اللعب كله جه هنا ناحيه اتنين فخلاص اللعب قفل، انا اصلا باخد خطوه ببقى ضامن مع الضامن من البدايه، فانا خلاص انا لو جه اتنين هطلع، ما جاش فانا عندي على طول اتجاه اربعه، فبيبقى عندي اتجاه واحد دايما اروح. نعم. غير لما انا يبقى لازم عندي اتجاهين او ثلاثه. او يعتمد على الريدنج، فده طبعا زي ما كابتن محمود قال بيسهل كتير. نعم. على الميد بلوك بتاعنا ان هو يتحرك بسهوله. اتفضل. نعم. يا كابتن محمود. استقباله مش مميز وده برده سلاح قوي، يعني نسبهم مثلا الماتش اللي هو النصر الليبي توتال الفريق 61%، الاكسلنت 12، دي نسبه مش متوسطه. مباراه اللي هو لعبه فريق جزائري 45%، دي نسبه اقل من المتوسطه. رغم ان الجزائري فريق مش جامد، ما ضغطش هو جامد بالزبط. يعني نعم. 45% مباراه برده كينيا اللي هو السجون الكيني، فهم استقبالهم متوسط واحنا من اسلحتنا ارسال، فده تاني. نعم. نقطه ان احنا لازم ناكد عليها. اخر نقطه بقى، مركز قوتهم ايه؟ برده ايوه الاخطاء القليله، هما بيعملوا ست اخطاء في الجيم، وده نسبه قليله جدا، كويسه جدا في الفولي. برافو. اللي هو كل لعيب ليه غلطه، ما هو الفرقه عشان توصل فاينل يبقى فيها ميزه. بالظبط. برافو عليك يا كابتن. هما غلطوش، هما بيلعبوا على غلطاتك انت. دي سمات الكره الطايره التونسيه. هما الكره الطايره التونسيه معروفه مش بالقوه البدنيه، معروفه بالمهارات العاليه، اخطاء القليله بيسيب الفريق الثاني دايما هو اللي يغلط. الجيمين الاولانيين في ماتش النصر الليبي عامل 10 اخطاء و11 خطا، عشان كده خسر الجيمين، لأنه هو مش مميز على مستوى الضرب. مش هو بيلعب لما بقيت المباراه بقى 6 اخطاء 5 اخطاء 6 اخطاء، دخل في الرينج الطبيعي بالزبط. كسب المباراه وكمل وكسب المباراه، فدي مراكز قوته ان هو دايما بيحاول يقلل اخطائه. تيرن اوفر قليله، ما عندوش كره مثلا في شبكه، ما يضربش بره الملعب مثلا، ما يتهورش، ما يروحش بريسك زياده عن اللزوم في الارسال. كور بايظه مثلا اوت اوف سيستم، يحاول يلعب على التاتش، يحاول الكور عاده لما مزنوقه بيعديها. فدي دي مدرسه تونسيه وهم معروفه في الفولي بول، فهي دي مصدر قوتهم النهارده. ايه تاني من النقاط اللي حضرتك شايفها النهارده يعني ممكن تبقى اخر نقطه بقى؟ هو عنده ثبات في السناتر، ما بيغيرهمش كتير. كام سنتر عنده؟ عندهم هم عندهم 4 سناتر بس، في 2 اساسيين هم ما بيتغيروش، لكن مركز 4 ما عندوش اللعيب التقيل اللي هو بنقول عليه ايه، لعيب 4 اللي هو مش احمد صلاح. لا احمد صلاح ايه يا كابتن، مفيش يعني ممكن اللعيب الكيني يبقى مثلا قريب شويه من احمد، لكن برده مش احمد. لكن انا قصدي لعيبه 4، لعيبه 4 مركز 4 مهم جدا في الكره الطايره، لان بيبقى توازن الملعب موجود من الاستقبال، هو بيشارك في الاستقبال، بيشارك في الضرب، حائط الصد، هو لعيب متكامل. هم ما عندهمش الميزه اللي هم ما عندهمش لعيبه 4 اللي هي اللي تشيل فرقه بمستوى ثابت طول المباراه، في ابس اند داونز، تغييرات كتيره في مركز 4، فدي ميزه بالنسبه لنا ان هم ما فيش ثبات برده في مركز 4. اشكرك يا كابتن، ملاحظات فنيه سليمه. اجي لك بقى كابتن احمد، كان الحقيقه مفاجاه لينا من السنه اللي فاتت لما كان كابتن محمد مسال حميدو متولى المسؤوليه، ان احنا جبنا محترف ليبرو، وكان دايما المحترفين زي ما بيقول كابتن محمود وحضراتكم طبعا تفضلتم، ان بيجي مركز 4 بجيب ممكن اجيب سنتر بلوك، يعني قبل كده كنا بنجيب 4 وسنتر انما اجيب ليبرو دي كانت مفاجاه ليا حتى شخصيا، ان انا اجيب يعني ليبرو اضيع مركز كان بيتقال كده، انا اسف يعني، بس هو دلوقتي ثبت عكس كده، اضيع فرصه من الاثنين الاجانب ان اجيب ليبرو. تقيم التجربه دي ازاي يا كابتن وهو معانا السنه دي؟ يعني الرؤيه الفنيه السنه فاتت هي هي الرؤيه الفنيه السنه دي، اختلاف المدربين بالظبط، ان هو استقروا على يوندر برضه. شايف ده ازاي يا كابتن؟ احنا بس يعني هو طبعا ميزه جدا ان احنا ما نقدرش نجيب معد، هو طبعا تقريبا ممنوع للمعدين. نعم. مركز اثنين مش هنلاقي حد محترف زي احمد صلاح،
لو جبنا محترف هيبقى وجبنا سيف يعني. وجبنا سيف السنه دي سيف لا يعني قصدي محترف يعني كمحترف يعني محترف لا. نجيب احمد صلاح لا يعني ما احنا عندنا احسن يعني احسن محترفين يعني بالظبط سنتر برضو عندنا سنتر متكامله فهي هي يعني كان في مركز اربعه جبنا محترف امريكي ما انا ممكن اقول لك مش هجيب خالص ممكن يعني لا الفرقه دلوقتي مش يعني الحمد لله مش محتاجه محترفين يعني تجربه الليبرو انت حضرتك تقيمها احتراف زياده قوه الفريق زادت يعني قوه الفريق طبعا يعني وبالرغم من كده النهارده احنا شايفين يعني مستر فرناندو مش بس بيلعب يوندر يعني في ماتشات كتير ما بيلعبهاش بيلعب رمضان محمد رمضان محمد رمضان يعني بالرغم انه محترف ومحتاج له ايوه طيب خلينا نروح لارض الملعب اعزائي المشاهدين زي ما عودناكم صاله الامير عبد الله الفيصل عشان ننقل لحضراتكم كالعاده اجواء ما قبل المباراه وعايز اقول لكم ان في جماهير كتيره في الصاله ودي حاجه تسعدني جدا جدا طب خلينا نروح لمراسلنا او الاعزاء فاروق صلاح ومريم سميح من ارض الملعب عشان تشوفوا الصوره وتشوفوا ازاي بتستعد الصاله لنهائي افريقيا اتفضل يا فاروق مرحب بيك يا كابتن ايسام وبرحب بضيوفك الكرام وبرحب بالزميله العزيزه مريم سميح الليله ليله النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي بيعمل ملحمه يعني بالتحديد هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل يا كابتن ايسام توافد جماهيري مكثف من جماهير النادي الاهلي الهتاف الكلمه اللي بتتقال افريقيا ابطال اعتقد يا مريم يعني متعودين ان احنا نتكلم على الكواليس والاخبار واستعداد الفرقتين لكن مشهد الجمهور النهارده بيجبرنا ان احنا ندي الجمهور حقه ونتكلم على الجمهور يا طبعا يا فاروق برحب بيك في البدايه برحب بيك كابتن هيثم برحب بكل نجوم الاستوديو تحديدا نجومنا الكبار طبعا وبكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي زي ما انت سامع كده كابتن هيثم واضيف لكلام طبعا زميلي فاروق صلاح الحقيقه جماهير عامله مشهد اكثر من رائع وده اللي راهن عليه اللعيبه يمكن شفنا كابتن هيثم خلال الاستوديوهات اللي فاتت والماتشات اللي فاتت لعيبه النادي الاهلي كانت بتناشد الجماهير ان هي تكون موجوده وكانوا على قد العهد والوعد وكانوا موجودين النهارده يعني الحقيقه بكامل طاقتهم زي ما وعدوا لعيبه النادي الاهلي النهارده الحقيقه النادي الاهلي مستعد بكامل قوته علشان يحرز او يحصل على اللقب ال 16 من البطوله الافريقيه طبعا زي ما احنا عارفين النهارده مباراه صعبه جدا يا كابتن هيثم امام بولوديه بوسالم التونسي اللي قدر ان هو يحصل على لقب السنه الماضيه امام نادي الزمالك خليني اقول لك يا كابتن هيثم طبعا ويا فاروق زي ما انت عارف احنا يمكن في اقل من 3 اسابيع يمكن رجال الماسترز او رجال الطايره قدروا ان هم يحصلوا على الدوري يمكن ده كان اقل من 3 اسابيع يا كابتن هيثم قبلها على طول بنتكلم في اقل من شهرين كانوا حصلوا ايضا على كاس السوبر عايزين يحققوا النهارده الثلاثيه علشان يفرحوا كل جماهير النادي الاهلي خليني اقول لك الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي امبارح طبعا عقب مباراتهم مع النصر الليبي كان في ريكفري سريع النهارده كان في تمرين مكثف الحقيقه عكس التمارين الايام الماضيه كان تمرين بسيط ولكن النهارده كان تمرين رئيسي على صاله الامير عبد الله الفيصل وكان يعني طول اليوم قبل المباراه كان في الحقيقه اكثر من محاضره فيديو علشان يكونوا مستعدين طبعا قائمه النادي الاهلي مكتمله النهارده علشان يفرحونا باللقب السادس عشر طبعا ويمكن كمان يا كابتن هيثم ما عندهمش وقت كبير هياخدوا راحه يوم واحد فقط ويوم السبت والحد اللي جاي هيكون منافستهم طبعا على لقب كاس مصر وبنتمنى لهم كل التوفيق النهارده طبعا يا فاروق اعتقد يا مريم يعني مريم استفادت في هذا الامر يا كابتن هيثم واعتقد كلام مهم جدا والدور الكبير جدا اللي لعبته اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي في تيسير كافه الامور على الجمهور وزي ما قلنا النهارده يعني تم يعني حصول مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي على جانب من التذاكر وتوزيع التذاكر على الجمهور بموجب يعني حضور الجمهور بالفان اي دي وطبعا كان بيشرف على عمليه توزيع التذاكر العميد علاء صلاح مدير امن النادي الاهلي بالجزيره الجميع النهارده كابتن هيثم مفيش فرد داخل منظومه النادي الاهلي ادخر مجهود بدءا من مجلس اداره النادي الاهلي قياده الكابتن محمود الخطيب مرورا بكل فرد داخل مجلس الاداره مهندس محمد الضماطي الدكتور سعد شلبي كابتن خالد العوضي الجميع لا يتوانى في بذل كل الامور النهارده علشان الملحمه والصوره تكتمل اعتقد يا مريم النادي الاهلي كان ليه استعدادات مهمه جدا لهذه المباراه حلم كبير جدا ان انا احقق البطوله ال 16 في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لدوري البطوله الافريقيه
عندي ارقام بحاول ان انا احققها، عندي 21 لقب عايز احقق الرقم 22 طبعاً. النادي الاهلي الملك المتوج على عرش القاره السمراء في هذه المسابقات وهذه البطوله. طبعا يا فاروق، يمكن انا اتكلمت عن استعدادات النادي الاهلي، وايضا اتكلمت على ان هم ما عندهمش وقت، يمكن قلت لك يا كابتن هيثم ان يعني الجهاز الفني طبعا مستر فرناندو مونزو الحقيقه يعني عامل شغل اكتر من رائع، يمكن منذ توليه المسؤوليه في شهر يوليو الماضي او منذ الاعلان من طبعا اداره النشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي، الحقيقه ان هو يعني ان شاء الله النهارده باكتمال هذه البطوله، وده اللي بنامل فيه وبنطمع فيه طبعا، هتكون ثلاثيه وهي ثلاث اكيد يعني بطولات لفرناندو مونزو منذ توليه المسؤوليه للنادي الاهلي، واكيد طبعا يا فاروق مولوديه بوسالم ايضا عايزين يحققوا اللقب الثاني على التوالي، واكيد كان لهم استعدادات خاصه النهارده. بالظبط يا كابتن هيثم، فريق مولوديه بوسالم، يعني احنا بنتكلم على مولوديه بوسالم، خليني اقول لك ان هو يعني من مدينه بوسالم المدينه التونسيه، المدينه يعني طبعا صاحبه الطابع الريفي، او يعني المدينه من الريف الاخضر في الشمال الغربي ليه يعني تونس الخضراء، بيقودهم يعني مدير فني صغير في السن 40 عام هو انور ترغي، يعني واحد من المدربين والمديرين الفنيين اللي ليه بصمه مع فريق مولوديه بوسالم. خليني اقول لك طبعا ان الفريق استعداداته عاقب يعني الفوز على فريق السجون الكيني في مباراه الدور نصف نهائي بثلاثيه، طبعا كان بدا مشواره واستهل مشواره بالفوز على فريق وداده المسان بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، ثم فريق الانجز الافواري بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، فريق النصر الليبي بثلاثه اشواط مقابل شوطين، ولايتا ديتشا الاثيوبي بثلاثه اشواط مقابل لا شيء. في دور ال 16 التقى مع فريق جرين بابلز الزامبي وفاز 3-2، بينما في دور الثمانيه قابل فريق بليدا الجزائري وفاز ثلاثه اشواط مقابل لا شيء، ثم في مباراه الدور نصف النهائي فاز طبعا على فريق السجون الكيني. النهارده انور تورجيا مريم كان ليه حديث وكان ليه محاضره مع فريق مع اللاعبين، حفزهم وقال انا عندي شغف ومتشوق لمواجهه كبير القاره وكبير الكره الافريقيه وهو النادي الاهلي، حافز اللاعبين وقال ان وجود الجمهور النهارده هيكون حافز سواء للاعبي النادي الاهلي المصري او لاعبي نادي ولايه او ابو سالم، اللي اعتقد يعني النهارده ما عندوش اي غيابات، ما عندوش اي لعيبه، النهارده عنده عناصر مهمه جدا، اعتقد هتبقى مباراه قويه جدا هيستمتع بيها كل الجمهور الموجود سواء في صاله الامير عبد الله فيصل او الموجود خلف شاشات قناه النادي الاهلي يا مريم. طبعا يا فاروق، وعايز اخد طبعا من كلامك يا فاروق، يمكن يا كابتن هيثم احنا عندنا حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم عليها، زي ما انت عارف طبعا النهارده حفل الختام طبعا لبطوله الانديه الافريقيه للكره الطايره رجال، فعايزه اطلعك اكتر على كواليس حفل الختام النهارده، يمكن اكيد طبعا بوجود اغلب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وكمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد مسز بشرى حجاج طبعا اللي كانت موجوده او وصلت للقاهره منذ ايام قليله، واستقبلها طبعا المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره، ايضا كابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وايضا نجم طبعا النادي الاهلي كابتن نهله سامح نائب مدير البطوله. خليني اقول لك كابتن هيثم، النهارده هيكون في تكريم للجنه الحكام اللي كانت موجوده واللي بذلوا مجهود كبير جدا في هذه البطوله، ايضا هيكون في تكريم لافضل لعيبه في 7 مراكز، وطبعا هيكون في تكريم للثلاث فرق الاوائل طبعا، واللي الحقيقه خليني اقول لك ان اكيد قبل هذه المباراه كانت مباراه السجون طبعا واكيد النصر الليبي، واللي حصل على المركز الثالث فريق السجون، والحقيقه شفنا تنظيم اكثر من رائع، كل طبعا يا فاروق زي ما احنا عارفين القائمين على الاتحاد الافريقي كانوا حاضرين هنا وبيشيدوا بالتنظيم اكثر من رائع لهذه البطوله على طبعا يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي. طبعا احنا معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار، واكيد ان شاء الله بنطمح ان احنا نكون معاك عقب هذه المباراه عشان نحتفل معاك كالعاده ان شاء الله بلقبنا ال 16. فاروق ومريم بشكركم شكرا جزيلا، والحقيقه يعني بحسدكم في الاجواء الجميله اللي انتم فيها واجواء جماهير النادي الاهلي اللي بتملا الصاله الحقيقه، وكان معهود عن جماهير النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين ان هي في الميعاد والمكان دايما بتساند فرقها جمهور النادي الاهلي النهارده. طيب خلينا نسمع الجماهير يا جماعه، سيبونا الصوره نسمع الجماهير وهتافاتها شويه.
مفيش شك ابدا ان الحضور الجماهيري الغفير النهارده هيكون له تاثير اكيد ايجابي على فرقتنا. الحقيقه وحشنا شكل الصاله، وحشنا وجود جماهير النادي الاهلي في صالات او في العاب الصالات بشكل عام داخل الصالات المغطاه. نتمنى ان شاء الله عودتهم ان شاء الله الفوز النهارده، يعني الاسعاد هذه الجماهير. انتم مش متخيلين يا جماعه الجماهير لما بتخرج من الصاله او تبتدي في الرحيل يعني من الصاله في حاله فوز فريقها، بيكون الوضع يعني مش متخيلين حجم السعاده والفرح اللي بتمر بيه او الاوقات اللي بيمر بيها الجماهير وهي خارجه بعد انتصار فريقهم. اكيد نتمنى النهارده الفوز بالبطوله رقم واحد لاسعاد هذه الجماهير والجماهير اللي بتتابع الماتش عبر شاشه قناه النادي الاهلي يعني او على السوشيال ميديا كمان. نتمنى اسعاد كل هؤلاء الجماهير. النهارده الحقيقه عندنا فرقنا يعني حرفيا بتغزو افريقيا. النهارده عندنا كره اليد ماتشين، ماتش بيتلعب دلوقتي للسيدات والرجال هناك في وهران الجزائريه في بطوله افريقيا لابطال الكؤوس. نتمنى ليهم كل التوفيق بعد السوبر الافريقي للرجال والسيدات وفاز الرجال باللقب من نادي الزمالك. وكمان عندنا النهارده الرجال بيخوضوا منافسه قويه في نهائي افريقيا، وعندنا كمان يعني كره القدم ان شاء الله في قبل النهائي مباراه العوده مع مازيمبي. كل ده طبعا فرق النادي الاهلي بتكافح، وفريق السله كمان الباسكتبول افريكان ليج اللي بيلعب كمان وبيدافع عن لقب وهو حامل لقب بطوله افريقيا للابطال الانديه او الانديه الابطال السنه اللي فاتت. فاذا فرق افريقيا في فرق النادي الاهلي في كل مكان في افريقيا بتقاتل وبتسعى دائما لاسعاد جماهيرها، وده دايما شفناه في خطابات الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي الحقيقه يعني بنوجه له كل التحيه من هنا على دعمه ودعم مجلس الاداره بالكامل طبعا للالعاب الاخرى والعاب الصالات. دعم غير مسبوق وغير محدود كان من نتائجه ان احنا السنه اللي فاتت ثلاث فرق رياضيه، يعني اسمحوا لي ان انا اقول يعني اطيل شويه في المقدمه لان الحقيقه لازم نتكلم عن الفخر بفخر عن النادي الاهلي. ثلاث فرق من الالعاب الجماعيه في اول مره في التاريخ لاي نادي في العالم تشارك في بطولات العالم، كره القدم وكره اليد وكره السله. السنه اللي فاتت ثلاث فرق بيشاركوا في بطولات العالم ممثله عن افريقيا. فالنهارده النادي الاهلي الحقيقه يعني بيشهد عصر يعني عظيم في يعني الالعاب الاخرى. اللعيبه دي محظوظه، كل من يمثل النادي الاهلي النهارده محظوظ، احنا محظوظين بشكل كبير ان احنا لينا الشرف يعني ان احنا نغطي نشاط الالعاب والابطال دي والنادي الاهلي. شايفين الصاله شكلها عامل ازاي، شايفين البساط مفروش عامل ازاي. يعني الحقيقه لو حد تاني يعني او خدنا اللقطه دي وقلنا ان يعني دي من اوروبا الناس هتصدقنا، لان منظر الصاله بالتنظيم بالجماهير بارضيه الملعب بهذا التنظيم الرائع مش هتلاقي حد في ارضيه الملعب الا ما يستحق يكون في ارضيه الملعب. هتلاقي الجماهير في مكانها، الدخول والخروج الى الصاله بشكل جيد. الحقيقه حاجه جميله جدا، نجاح تنظيمي ونجاح فني، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم كل هذه الكوادر طبعا تحت صرفه وتحت تصرف منتخبات مصر القوميه من اول مدربين للاعبين لمديرين فنيين. النادي الاهلي النهارده بيدور على احسن مدربين في العالم بيجيبهم النهارده، دي حاجه بتبقى اد فاليو ضخمه جدا للناحيه الفنيه للاعبتنا. النهارده لما نلاقي فرناندو مونزو في الكره الطائره، ونلاقي طبعا مستر ديفيد ديفيز في كره اليد، ونلاقي مستر اجوستي بوش في كره السله، الثلاثه يعني باسمائهم بتاريخهم بخبراتهم بيثقلوا او يعني بيقدموا كل امكانياتهم الفنيه تحت امر وتصرف النادي الاهلي من لعيبه ومدربين. لا النهارده كل التحيه وكل التقدير للنادي الاهلي، واسمحوا لي ان احنا نتكلم عن النادي الاهلي بكل فخر، نتكلم عن النادي الاهلي بكل يعني عزه، ان النادي الاهلي النهارده هو يعني احد افضل الانديه في العالم. انا ما بقولش كده يعني كلام، لا ده كلام حقيقه وكلام يعني مش مرسل، احد افضل الانديه في العالم وافضل الانديه افريقيا. كل التحيه للنادي الاهلي وكل الحب وكل التقدير لهذه الجماهير الكبيره اللي جاءت عشان تساند فرقتها فرقه الكره الطائره. اروح لضيوفي، معلش انا يعني اضطريت ان انا اقول هذه المقدمه او هذه الـ 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 الوصف والشرح قد ايه النادي الاهلي هو نادي كبير، ولينا الشرف يعني اسمع كلمه من كل ضيوفي. يعني ابتدي بيك يا كابتن زكريا، يعني انت النهارده بتبص للصاله وبتتذكر تاريخك الكبير مع النادي الاهلي، اكيد فخور بوجودك جوه جدران النادي الاهلي في اي وقت. وطبعا دي يعني مش عايز اقول ان هي عامله توازن، يعني وجودك في النادي الاهلي والواحد اتربى في النادي الاهلي عامله توازن نفسي، يعني من ضمن الحاجات اللي بتخلي الواحد يعني سعيد في حياته وسعيد ان هو يعني قضى فتره كبيره قوي في النادي الاهلي من صغره، يعني يمكن مسيره حوالي 50 سنه مثلا اقدر اقول في الواحد في بقاله في النادي الاهلي. حد ما كبرش نفسك يا كابتن زكريا؟ لا ما هو دي الحقيقه، قصدك خمس سنين يا كابتن، يعني معلش انا بصلح المعلومه، خليني اصلحك معلومه مره يا كابتن. وبصراحه يعني هو مسؤوليه مجلس اداره طبعا على عاتقهم ان هو ان النادي الاهلي في كل الالعاب
فرديه وجماعيه بينافس في كل البطولات دي، حاجه حمل يعني حمل كبير قوي عليهم، على مجلس اداره وكل الانشطه وكل المسؤولين، ان هو يبقى كل هدفه ان هو يعني فرقه النادي الاهلي واللعيبه كلها بتبقى في المنتخبات وبيهم بيشيلوا يعني بيحملوا اسم مصر في كل مكان في كل الالعاب. انا شايف ان كل الالعاب النادي الاهلي هو مميز، ف يعني نشكرهم طبعا على المجهود العظيم، بيجيبوا دايما بيجيبوا سبونسر، بيجيبوا كل الحاجات دي كلها على الصرف على الرياضه المصرية. واحنا بنشكركم كباتن النادي الاهلي، كان لكم دور كبير وتاريخ كبير وبصمه كبيره مع النادي الاهلي. كابتن محمد صلاح اجل حضرتك يعني اكيد تاريخك كبير مع النادي الاهلي، وقت ما يعني بنتواصل مع حضراتكم يعني ونطلبكم تكونوا معانا في الاستوديو التحليلي، بتسيبوا اللي في ايديكم وتتواجدوا وبتحسوا، وبحس قد ايه الفرح ان احنا بنشارك بعض هذه اللحظات. اي حد ارتبط اسمه بالنادي الاهلي سواء فتره كبيره او فتره صغيره وفخور بكده. النادي الاهلي ارقام بتتحدث عن نفسها زي ما بيقولوا، في اي لعبه في اي مجال في اي بطوله افريقيه سواء او عالميه، القدم كان بطوله افريقيه، الطايره كان بطوله افريقيه، السله، الهاندبول، اكتر عدد بطولات افريقيه اتنظمت في مصر نظمها النادي الاهلي على ما اعتقد، ارقام كتيره قوي. النادي الاهلي فخر لاي حد. اتكلمنا قبل كده في استديو فات ان حتى المحترفين الاجانب او اي حد بيجي يشتغل في النادي الاهلي سواء مدرب او لعيب بيخرج بره بيتمنى العوده، بيتمنى العوده وبيقعد يشكر في المكان اللي هو كان فيه على كل المستويات في كل اللعبات. فكلام كتير قوي اتقال عن النادي، ما يعني مش هنقدر انه في حقه، كل واحد فخور ان هو في يوم من الايام كان موجود في النادي الاهلي. احنا فخورين ان احنا قاعدين هنا زي ما اتفقنا، فخورين احنا بنحلل نهائي افريقيا، ان شاء الله تكمل على خير باذن الله، ونكمل رباعيه الخالده بقى في كاس العالم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمود، يمكن انت ليك وضع خاص يا كابتن محمود، انت كنت كابتن تاريخي لنادي الاهلي، ومش بس كده انت ابن طبعا العظيم كابتن محمود، كابتن عبد الرؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، انت محمود طبعا ابنه، فانت تربيت في عائله اهلاويه تحملت مسؤوليه النشاط الرياضي في النادي الاهلي فترات وسنين طويله. فانت النهارده عندك يعني عشت اجواءين، اجواء ان انت بشخصك تبقى جوه النادي الاهلي وبتبذل معارك، والاسره كاسره كامله، والجمال كمان ابراهيم الجمال، يعني انت اسره يعني اهلاويه كبيره. وصف لي شعورك النهارده وانت بتشوف النادي الاهلي النهارده وهو بيلعب نهائي افريقيا. طبعا حاجه مشرفه جدا جدا فعلا، منظر الصاله بطوله افريقيا يا كابتن هيثم لما بتتنظم في النادي الاهلي، احنا بنروح بنقابل الفرق في كل دول افريقيا، الفرق بتبقى سعيده ان البطوله في مصر، بتمشي بجد، انا بكلمك الفرق بتبقى ماشيه في النادي الاهلي تحس ان هم مبهورين بالنادي، مبهورين بالنادي الاهلي. ففعلا النادي الاهلي خبره تنظيميه انا على مدار السنين، وانا بالنسبه لي على المستوى الشخصي يعني انا تربيت في النادي، انا تربيت في النادي ده من وانا عندي 6 7 سنين، كنت في النادي الاهلي، كنت بشوف البطولات دي وانا صغيره، بقى بتمنى في يوم من الايام اكبر، اجيال بتسلم بعضها في النادي الاهلي اسره واحده، الاداره في النادي الاهلي مركزه جدا مع الفرق الجماعيه. احنا شفنا يعني ما شاء الله، يعني زي ما حضرتك قلت كذا فرقه بتمثل النادي الاهلي دلوقتي في بطولات العالم في نفس الوقت. خلينا بس إنجاز. معلش انا اسف نعلق على الصوره دي، مجلس اداره النادي الاهلي يعني موجود دكتور مهند، دكتور سراج الجرحي طبعا، كابتن الجرحي طبعا، رئيس الاتحاد الافريقي كابتن بشرى حجيجي طبعا، اخو الراحل وعمر مخلوف، واخو الراحل العمري فاروق، دكتور هشام العمري فاروق وهشام العمري، يعني كوكبه كبيره في المقصوره النهارده، والمقصوره تكتظ ب يعني ابناء النادي الاهلي في مؤازره الفريق. يعني اكيد شعور كويس يا كابتن، واكيد ان انت يعني سعيد بده، بس انا خايف نروح لارض الملعب بسرعه. خليني طبعا اسمع شعور كابتن محمد كتات كمان، في اي وقت بتبعد عن النادي الاهلي بتتمنى ترجع له، بتبقى دايما شايل النادي الاهلي جوه في قلبك يا كابتن. صحيح، ده شرف عظيم يا كابتن لاي حد ينتمي لعائله الاهلي، وانا من هنا انا بشكر حقيقي كل شخص ساهم في الانجاز العظيم ده، ان هي الصوره تطلع بالمنظر الجميل اللي قدامنا ده، يعني سواء كل الاجهزه المعاونه، سواء بقى نشاط رياضي او لجنه المراسم او لجنه الاستقبال، احنا شايفين ما شاء الله هنا يعني جمال فوق العاده زي ما حضرتك قلت، يعني صاله اوروبيه. نعم، وبالتالي خلاص يا كابتن يعني لحظات وتنطلق وحمراء. خلاص طب استاذن الساده المشاهدين واستاذن حضراتكم ضيوفي الاعزاء، خلينا نطير لصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان نقل لحضراتكم نهائي بطولة أفريقيا لكرة الطائرة رجال في نسختها 45، النادي الأهلي ومولودية بوسالم التونسي. المباراة ستنطلق بعد قليل، ومعلقنا الكبير الكابتن أسامة أبو زينة، كل التوفيق للنادي الأهلي، فإلى هناك.